الشيء الذي عرض لنا لا يسمح لنا بالتأثير في المسارات السياسية والاقتصادية وفق ما تعهدنا به للناخبين. السيد الرئيس متمسك ببرنامجه، احنا حزب سياسي عندنا برنامج، فلا يعقل أن نترك برنامجنا كلية ونندمج في برنامج آخر مع كل تقديرنا واحترامنا للبرنامج السيد رئيس الجمهورية. كنا عاطين أولوية لدورنا نحن كحركة في الشراكة وكيفية الانتقال من واجهة الحكم إلى الحكم. رانا في بلاصتنا في المعارضة، والسلام عليكم. هذا مكان ما كان لا يوجد أي ملامة ولا أي عيب، وإحنا نشكر السيد رئيس الجمهورية على هذا يعني هذه الأريحية في الحوار. سنسند التنمية، سنسند السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتهديدات الخارجية، وكذلك سنكون مع السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمحافظة على الوحدة الوطنية. كل من يهدد الوحدة الوطنية